السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبايب قلبي محتاج قراءة خاصة، هتلاقوا لينك الادمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. رسالة اليوم حبايب قلبي، الرسالة هنا بتقول للبعض منكم: لو انت بتعاني من تشويه في الجمال او اي شيء يخص المس العاشق، لان المس العاشق عنده القدرة على تشويه الجمال، انه يخلي مثلا شعرك بيقع بيتقطع، انه يخلي وجهك مش حلو، انه يخلي جسمك صعب شوية او مليان او حاجات زي كده، اللي بيعاني من الطاقة دي حبايب قلبي بتكون الرسالة هنا وصلك عشانك، ويمكن ده جزء في الرسالة. وعايزة اقول لكم كمان حبايب قلبي هنا، ما تستهينوش بالمس العاشق، هو بيكون مش عايزك لحد غيره هو، فكمان بيوقف طاقات الزواج. يعني للبعض هنا في ناس حالها واقف في الزواج، في ناس اثناء النوم بتحس بتحرشات جسدية، وده بيكون من الجنة وبيكون من المس العاشق حبايبي. كل دي حاجات بتخلي المس العاشق يعني تدل على عوارضه ان هو موجود معاك ايا كان بقى، حتى لو ما بتشعرش ده اثناء نومك، فهو بيخليك تروح في النوم علشان ما تحسش بالشيء ده ساعات، بس بتكون العوارض قوية بانه ما بيخليش حد يشوفك حلو، ويخليك تكره كل اللي حواليك، او ان اللي حواليك يشوفوك بصورة وحشة ويبقوا بيغيروا منك، يبقوا مش طايقينك لغاية ما انت تبعد عنهم، لان هو ده هدفه، انه يبعدك عن كل طاقات الدنيا ويخليك ليه لوحده. عايزة اقول لكم كمان يا حبيب قلبي، طاقة المس العاشق هنا علاجها في آية واحدة، آية واحدة هتقضي على المس العاشق ده، هتعملها لمدة 7 ايام. يعني الآية دي بتقضي على المس العاشق في 7 ايام. هتعمل ازاي الآية دي؟ هتقرأ الآية 266 من سورة البقرة، 266 من سورة البقرة، هتقرأها قد ايه وعلى ايه؟ هتقرأها على مية، هتقرأها 66 مرة، هي الآية 266 بس هتتقرأ 66 مرة على كوب من الماء او كمية من الماء، هتشرب منها، هتغسل وجهك منها على اي مكان انت حسيت فيه بتشويه للجمال، مثلا مكان طلع فيه حبوب مرة واحدة، في وشك اتملى، شكلك اتغير، عينيك باظت، في حاجات كده حصلت في شعرك التقطيع، جسمك تخن مرة واحدة، في حاجات حصلت معك هرمونية غير طبيعية، تمام؟ المس العاشق عنده القدرة على ده، لانه بيخليك تشوف نفسك بصورة سيئة جدا، بيمنع الزواج كمان للبعض حبايبي، بيخلي ان لو جالك عريس يمشي، لو جه حد شافك يقول مين اللي اتجوزها دي مثلا، يشوفك بطريقة سيئة او بطريقة وحشة. الآية 266 من سورة البقرة هتقرأها 66 مرة على كوب من الماء او على كمية من الماء، تغسل وشك بيها، تغسل شعرك بيها، الاماكن اللي تحسست فيها بتشوه، تشرب منها، تدهن جسمك منها، وبعد كده بتستمر على الموضوع ده 7 ايام باذن الله. وياريت تعمل الموضوع ده قبل النوم، علشان المس العاشق دايما بيصيب قبل النوم، تقوم تلاقي زرقان، خرابيش، حاجات كتيرة بجسدك مش عارف ايه سببها وايه جاية منين، ده بيكون حرب عليك من العالم الاخر، واولهم بيكون القرين، وبتصاب بالمس العاشق بسبب كده، والقرين بيساعد في ده، لان ما فيش قرين مسلم اصلا، كون ان القرين يأسلم معاك او يدخل في طاقات روحية بيكون صعب جدا، فبيكون محتاج دايما صورة الجن يوميا بعد صلاة العشاء، تمام؟ علشان خاطر تقدر انك يتروحن معاك، عشان في ناس كتير سألت وقالت ازاي القرين يتروحن، ازاي القرين هيحصل، ده ما بيتروحنش ابدا، ده جابولي آية من القرآن بان هي بتقول، مش فاكرة الآية اوي، بس هي كانت بتقول ويسلط له قرين، يعني كانت في سورة قاف على ما أظن. بس هنا اللي عايزة أقول لهم إن الإنسان الشخص الوحش بس
الشخص اللي عنده طاقات شيطانية، الشخص اللي عنده هوس مثلا بأنه يكون إنسان وحش، ده الشخص اللي بيتسلط عليه قرين مؤذي، تمام؟ إنما القرين ساعات بيتروح، ساعات بيأسلم، ساعات بيساعدك. ليه؟ لأنه من الجن، لأنه من الجن حبايب قلبي. والجن فيه المسلم وفيه الكافر وفيه اليهودي وفيه كل حاجة تتخيلوها، وفيه المسلم اللي استمعوا، يعني كل أوحي لأنه استمع نفرا من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في من الجن أكثر إيمانا من البشر، تمام، واصلين لمراتب عالية جدا في القرآن الكريم. فانتوا حبايب قلبي هنا القرين هو من الجن في الاول وفي الاخر، مش مسلم، اوكي؟ بس احنا بنحاول نروحانه معانا، ولو طلع يعني قرين مؤذي بعض الشيء وما بيقدرش انك يعني مش عايز يدخل في الاسلام، بيكون عنيد، بيكون بيضرك بكل الطرق، فبنقرأ سورة قاف عليه، فهي بتلجمه، يعني بتلجم القرين او بتربطه وبتبعده عنك وبتأذيه هو اكثر الاذى، تمام؟ فهنا برضو القرين بيتعاون مع طاقات الجن من المس العاشق وبيفتح ليهم المجال. فهنشتغل على الآية 266 من سورة البقرة 66 مرة على مية ندهن بها الشعر، الجسم، الأماكن اللي اتملت بالحبوب والحاجات دي كلها. طبعا احنا متعودين قبل ما نبدأ اي ورد او اي اية او اي حاجة زي كده بنستخدم ايه؟ بنستخدم بسم الله الرحمن الرحيم 19 مرة، والصلاة على سيدنا محمد 19 مرة، عشان دول فتح للمغاليق حبايب قلبي. لازم نفتح الورد بالشيء ده، تمام. وللتحصين تقرأ برضو آية الكرسي 7 مرات قبل الورد، تمام، علشان ما يحصلش عليكم اي شيء او اي هجوم او تحسوا بتعب او تناموا او تنعسوا ما تقدروش تكملوا 66 مره للايه. فعليكم برضو بايه الكرسي للتحصين قبل الورد، تمام. كمان يا حبايب قلبي في ورد تاني جاي لكم، واضح ان بقالي مرتين بيجي لي زي اوراد ليكم، هتكون هي زي عبارة عن رد على الأسئلة انتوا بتسألوها. يعني هنا اللي بيسأل على المس العاشق جاله الورد بتاعها، وهنا بقى اللي بيسأل على انا ما بشوفش المنامات واضحة لي، ما بشوفش اللي سحرني مثلا لو انا عملت طريقة كشف معينة، وما ببقاش واثق قوي في الكتابة والقلم، وببقى حاسس ان في مثلا في تدخل قرين او حاجة. طيب لو انت عايز تعرف اللي سحرك عموما، يعني عليك بصورة الدخان، بس مش زي كل مرة بنعملها بقى، لا المرة دي بقى عادات كده، هتقراها قبل ما تنام 7 مرات. يعني صورة الدخان هتقراها قبل ما تنام 7 مرات، وزي ما بقول 7 مرات مش 3 زي ما كنا بنعملها مع قل هو الله احد، لا دي بقى لانك تشوف الشخص اللي سحرك في منامك بإذن الله لمدة 7 ايام. يعني النهاردة قريتها 7 مرات، بكرة هقراها 7 مرات بعد، بس ده كله قبل النوم مباشرة. وقبل ما تنام تردد اسم الله الكاشف البصير، الكاشف البصير، الكاشف، تقول يا كاشف يا بصير، يا كاشف يا بصير. ويستحب ان تذكر اسم الله قبلهم، يعني يا الله يا كاشف يا بصير. ليه حبيبي؟ علشان اسم الله بيدي القوة والنصر والعزة، تمام، وبيغلب على اي طاقة تدخل في الاحلام. وسورة الدخان هي من الصور الكاشفة، هي أصلا صورة الكشف، سبحان الله. فأنت لما بتعقد النية على أنك تقول يا الله أنا عايز أشوف اللي سحرني، بتدعي وتقول بكل فطرة، مش لازم ترتب الدعاء، مش لازم ترتب الحاجة، يعني احكي مع ربك بالفطرة، أنا عايز أشوف الشخص اللي سحرني في منامي عشان ما يتدخلش القرين ويتدخل اي طاقات. لو انت شخص عندك عوارض مثلا هتعمل ايه؟ برضو اية الكرسي تتقري قبل النوم، بس بنفس العدد اللي هو 7 مرات، لان بعدها هنروح قايلين سورة الدخان 7 مرات، يعني الكرسي 7 مرات، الدخان 7 مرات، تمام. وبعد ما بنخلص بنقول يا الله يا كاشف يا بصير،
بنقولها طبعا 100 مرة على السبحة، تمام. وبعدين ننام مباشرة حبيبي بإذن الله. خلال 7 أيام بتشوف اللي سحرك في المنام، وبتشوف مكان السحر كمان، مش اللي سحرك بس، بتشوف مكان السحر كمان. ودي بقى القوة الروحية اللي عند الله، اللي بيساعدك بيها بإذن الله بقوة قرآنه الكريم. انما اللي بيقولوا لي يروح للشيوخ يقولوا لهم ما اعرفش ايه، تعالوا عالجونا، تعالوا اعملوا لنا، بل بيبعتوا لكم عوارض اصلا وانتم مش حاسين. قرآن ربنا كله فيه كل شيء، والناس اللي بتتروحن وبتكون قريبة جدا من ربنا بيبعت لها يعني بيبعت لها زي كشوفات، بيبعت لها مجربات في احلامكم، بتلاقوا صور قرآنية بتجيلكم بعدد معين مثلا. ده كله حبيبي بتكون هي شيء بيجيلك في المنام زي مجربة بتجيلك في المنام للعلاج. يمكن انت شخص معالج فربنا بيجيب لك العلاج دي مثلا لكذا، او بتشوف نفسك بترقي شخص بصورة معينة بتكرار عدد معين. فدي كلها بتكون حبيبي زي حاجات بيبعتوها لك في المنام علشان تقدر انك تكمل في رسالتك. علشان كده دايما بقول خليكم دايما تكتبوا اي آية قرآنية تجيلكم في المنام، او اي عدد يجيلكم بصورة معينة، علشان ده بيكون ساعات رسالة ليكم، وبيكون ساعات علاج انتوا المفروض تمشوا عليه وتقدموه للآخرين. انا خلصت الرسالة حبايب قلبي، يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.